تطرح الأحزاب الحاكمة أوراقها على طاولة العملية السياسية، لكنها سرعان ما تحترق بكلمة الشعب. الكتل السياسية المتشبثة بالسلطة ترشح النائب محمد شياع السوداني، أحد رجالات المالكي زعيم حزب الدعوة، لمنصب رئيس الوزراء خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي. مصادر صحفية تحدثت عن اتفاق جرى بين زعيم ميليشيا بدر هادي العامري وشريكه المالكي على ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة بتوصية من قاسم سليماني وسفير إيران في بغداد إيرج مسجدي، متجاهلين مطالب الشعب العراقي الثائر لإسقاط أحزاب الفساد ورموزها منذ عام 2003. الرد الشعبي لم يتأخر، فما بين ساخط وساخر من أنباء ترشيح أحد رموز العملية السياسية، كان لمعتصمي ساحة التحرير كلمتهم. احنا من طلعنا ما طلعنا على شخص او شخصين او ثلاثة، طلعنا حتى نبدل هذا الحوار مع 16 سنة كله. لا اريد هذا ينتخب لي هذا ولا ما شنو، الحكومة اذا تصير بامر الشعب، الشعب هو اللي يختارها. احد المتظاهرين في بغداد وهو من سكان محافظة ميسان تساءل عن جدوى ترشيح السوداني الذي تبوأ مناصب سابقة في المحافظة ولم يقدم شيئا يذكر. محمد السوداني انا رافضه رفض تام، وما اريد ان الاحزاب ليش يبدلون مكاناتهم؟ كان بالعماره هو بيته قصر، حتى يعني الحاكم ما عنده هيش قصر، و16 سنه بالحكم وش سوى بالبرلمان؟ كل شيء ما سوى، بعدين سوى محافظ بالعماره كل شيء ما سوى، هسه يسوون رئيس وزراء علينا؟ ايضحكون على الشعب ام على انفسهم؟ يقول متظاهرون موجهين سؤالهم لاحزاب السلطه، فردود فعل المتظاهرين عكست ازدراء اساليب الاحزاب في تحدي إرادة الثوار. ما أريد أي واحد بالبرلمان كان سابقاً ما أريده، أريد ناس جدد ما عليهم لا بالأحزاب ولا هاي، يعني أذولا من يرشحون يضحكون على رواحتهم مو على الشعب. من 2003 حق الآن هم يقشمرون بينا، جابوا داعش دخلوه، جابوا الأحزاب سووا فتنة كده وهذا، حتى لا نتكاتف. اليوم احنا توحدنا وعرفنا مطالبنا، ومطالبنا تحددت. اي مرشح للاحزاب او الحكومه ما نقبله. راضين كلش ومريده من الاخير، واذا عنده صدق ذره كرامه اصلا يلغي، اذا احنا مرشح نفسه هو خلي يطلع اصلا. كلش راضيه، شخصيه مستغله، ما عندها جنسيتين، شخص من عندنا، شخص عربي عربي، خلينا نقولها بالله عربي، شخص عايش اللي احنا عايشناه، مو محمد السوداني. وفي مقابل دماء الشهداء وأنين الأمهات المفجوعات بأبنائهن وبناتهن، يسقط حكم السلطة أيا كانت، تقول إحدى المتظاهرات. إحنا ما نقبل بأي أحزاب الطب بيناتنا الشعب، لأن قتلوا ولده يعني أذوا هواي عوائل، على شنو إحنا دهمينا نفس الشيء؟ يعني كأنما ما سوينا شيء إحنا، على شنو دول هسه خطايا الولد الواقفين متحملين حر وبرد، وتالي ما تالي يجون نفس الحكومة كأنه ما سوينا شيء عليها من ده نطلع لعد، احنا كليتهم ذولا ما نريدهم. ويرى ثوار تشرين أن استمرار أحزاب العملية السياسية بتجاهل مطالب العراقيين بالتغيير الشامل هو مراهنتها على عاملي القمع وكسب المزيد من الوقت لفرض إرادتها، هو رهان خاسر أمام شعب ثائر.